ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد هنرسم النهاردة جزء من فرح نوبي، يا رب يعجبكم. متنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل ولايك وشير الفيديو، مستنية رأيكم بعد ما الفيديو يخلص في كومنت. اتفقنا قبل كده ان احنا هناخد حاجات السن اكبر شوية، نحتاج قلم رصاص، استيكة، والوان خشب، ونبدأ نرسم. واتفقنا كمان ان احنا لو حولنا اي شكل لاشكال هندسية الموضوع هيبقى بسيط وسهل بالنسبة لنا قوي. هنبدأ نرسم الاشخاص. عملنا قبل كده درس عن ازاي نرسم ولد وبنت، وان احنا ازاي نقسمهم لاشكال هندسية. هنطبق ده في نفس الدرس، ويا رب يكون سهل بالنسبة لكم. واسيبكم بقى ايه مع الدرس، لو في حاجة هرجع اقول لكم تاني.
كده تقريبا خلصنا رسمة، نبدأ نمسح بقى اي خطوط احنا مش عايزينها في الرسمة. هنمسحها ونخلي رسمتنا نظيفة عشان نبدأ نلون. هنلون برضو مش هنحدد كله بالقلم الاسود ونبدأ نلون، لا هنلون زي الفيديو اللي فات. هنبدأ نحدد الحاجة بلون اغمق درجة من اللي احنا هنلون بيه او بنفس اللون بس هندقل عليه شوية.
كده هيبقى خلصنا رسم وتلوين. انا بدي بس لون كده في الخلفية بسيط، تقدروا تعملوه او تعملوا بيوت من وراه نوبية برضو براحتكم. يا رب يكون الدرس سهل ولذيذ بالنسبة لكم. ارسموه وبعتوا وروني عملتوه ازاي وبالوان كل اللي انتوا تحبوها. طبعا اتمنى يكون عجبكم فعلا، وقولوا لي رايكم في كومنت تحت الفيديو هنا على القناه، ومستنيه تابعكم واعملوا سبسكرايب اللي مش عامل، ولايك وشير الفيديو لو عجبكم، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.